مرحبا يا أصدقائي، اليوم بدنا نزرع زريعة حلوة كتير اسمها ماراكوجا. الماراكوجا هي بتنعمل كتير عصير، بتدخل بالحلويات وحتى بتدخل كتير مع السمك، سموك سمك. تا هيدا هون بذر الماراكوجا، سهل كتير زرعه. بس بنعمل هيدا هون، رح أعمل هون بالسكيني، عم بعمل محل جورة بالسكينة بالأرض وبحط دغري المراكوجا. المراكوجا هلأ بعدني عملته، حتى كمان فيكن تشمسون أو تحطون بالبراد قبل ما تزرعون. أنا بحب أزرع دغري لأنه ما عندي وقت. هلأ زرعتها، وكنت زرعة قبل مراكوجا بإيدي كمان. هون هاي المراكوجا، شفتوا شو حلوة؟ كل ما اكل مراكوجا البذر بزرعه، والبذر بيطلع بسرعة، هو والبندورة بيطلعوا كتير بسرعة وبأي أرض. بتمنى لكم التوفيق بزرع المراكوجا. باي باي، وإن شاء الله سنة 2019 تبتدوا مع المراكوجا وتاكلوا مراكوجا. ليكو شو حلوة هاي المراكوجا كمان، هلأ شفتها قدي كبراني. تا هاي مراكوجا كمان، وحدة تانية تتفاجئوا بعد شهر كي ببلش يعربش المراكوجا ويطلع بسرعة. سلام.